يا مساء الخير واهلا بحضراتكم، حلقه جديده من مصر. سعداء ان احنا نكون معاكم، وسعيد ان زميلتي العزيزه ريهام بتنضم الي الحقيقه بعد كام يوم بطلع فيهم لوحدي الحقيقه بغرد منفردا. ازيك يا عمرو؟ على السلامه. الله يسلمك. احنا طبعا النهارده يعني بنتقابل انا وعمرو بعد فتره غياب بسيطه كده وسريعه على الهواء. برحب بحضراتكم وبرحب بكل المشاهدين في مصر وخارج مصر اللي بينضموا لينا في حلقه جديده من برنامج من مصر. النهارده يوم التعديلات والتغييرات الوزاريه اللي احنا النهارده بنتابعها وبنشوف هذه التعديلات اللي حصلت، اسماء جديده دخلت للعمل الوزاري ودولاب العمل الوزاري الحكومه، واسماء خرجت بعد ان ادت مهمتها. يعني بعد برضه لازم ان احنا نقول لكل من يؤدي مهمته نقول له شكرا، ومن هو قادم نتمنى له التوفيق، ومن هو بيستكمل مهمه وزارته او في وزاره اخرى برضه نتمنى له كل التوفيق. طبعا. قدام حضراتكم زي ما حضراتكم كده شايفين الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وهو بيشهد اداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجدد اللي معظمهم او كلهم من الشباب بيؤدي بيمين الدستوريه في تاني تعديل بيحدث لحكومه دكتور مصطفى مدبولي بعد التغيير المحدود لو حضراتكم تتذكروا في فبراير الماضي لما تولى الدكتور عاصم الجزار، دكتور مهندس عاصم الجزار حقيبة وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس كامل وزير لما تولى حقيبة النقل. التعديلات الوزارية شملت 11 حقيبة وتعيين 11 نائب جديد للوزراء، ده رغم دمج وزارات زي الآثار والسياحة إلا أن عدد الوزارات زاد عشان عودة وزير الدولة للإعلام. أيوة. الأستاذ أسامة هيكل لتصبح 34 حقيبة وزارية ووجود وزارة مستقلة للتعاون الدولي بعد فصلها عن الاستثمار وضمها يعني للإصلاح الإداري. طيب احنا معانا دلوقتي تليفون جميل وانا سعيده جدا بوجودها معانا في هذا الاتصال الهاتفي، دكتور غاده والي. اهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا. الف مبروك للمنصب الجديد، وفي نفس الوقت انا سعيده بالصور الجميله اللي شفناها لحضرتك وحضرتك بتقدمي المناصب الجديده وسيدات لاماكن مهمه في الوزاره الجديده بدعم وتشجيع من حضرتك. أنا متشكرة جدا على التهنئة الرقيقة دي، وببارك لكل الوزراء والوزيرات والزملاء اللي تم النهارده تكليفهم. أيوة. وبقول لهم إن دي ثقة كبيرة وشرف كبير إن الواحد يخدم بلده. دكتور غادة، يعني النهاردة الصور الحلوة اللي أنا شايفاها دي بصراحة كلها طاقة إيجابية، كلها فرحة وسعادة بوجوه جديدة، لكن أكيد كان ليهم برضو تاريخ مع حضرتك، أكيد كان في اجتهاد، أكيد كان في شغل خلاهم في المكانة والمنزلة دي بهذا يعني الدعم اللي أنا شايفاه وواضح جدا لينا جميعا. بالتأكيد طبعا. أولا أنا كان حظي كويس جدا ان انا كل زملائي في العمل في الوزاره وقفوا جنبي لمده 6 سنين واشتغلنا مع بعض كتير جدا وسهرنا مع بعض وتعبنا مع بعض ولفينا المحافظات كلها مع بعض، وانا كنت حسنه الحظ جدا في فريق العمل بتاعي الحقيقه، سواء نجين القباج نائب الوزير النهارده بقت عالي الوزيره نجين القباج وانا فخوره بيها جدا، واحنا بنحييها ونبارك لها، كل الزملاء مساعدين الوزير اللي بيشتغلوا معايا في كل المجالات سواء مجال المخدرات او مجال التامينات والمعاشات ورؤساء الصناديق وكل رؤساء القطاعات الحقيقه كلهم بكن لهم كل تقدير وكل احترام وامتنان كبير ليهم كلهم، لانه من غيرهم ما كنتش هقدر احقق اللي اتحقق في الوزاره. سياده الوزيره، وانا يعني طبعا اسمحي لي طبعا يعني ان انا استخدم ما زلت لقب سياده الوزيره، وحضرتك الحقيقه قامه وقيمه كلنا بنحترمها وبنعتز بيها، والف مبروك اولا كمان على المنصب الاممي تستحقيه عن جداره. كان اوقات كتير والله واحنا شغالين الواحد بيتحرج ان هو يشكر حضرتك او علنيه كده عشان يعني لاسباب او لاخرى، ولكن حقيقي انا بقدم لحضرتك نيابه عن ناس كتير كل الشكر على الجهد اللي حضرتك قدمتيه في مبادرات كتير جدا في مجال التضامن الاجتماعي، حاجات احنا ما كناش متعودين عليها طول عقود طويله جدا. حضرتك غيرت وجه مفهوم التضامن الاجتماعي في مصر، وده دور لازم ان احنا نشكر سيادتك عليه الحقيقه. انا بشكرك يا استاذ عمرو جدا، والحقيقه الاعلام بشكل عام كان داعم لدور الوزاره وكان مساند الى حد كبير، وكان لما بيهاجموا او بيتساءلوا كان بيبقى ليهم الحقيقه حق وواجب عليه المسؤول ان هو دايما يشرح ويتواصل،
لكن ساعات كتر الشغل كان بيخلينا نغيب شويه. لكن انا شاكره ليك جدا يا استاذ عمرو بجد، بحييك وبحيي من خلالك كل زملائنا. الله يسلم حضرتك، وانا يعني انا بدعو حضرتك والساده المشاهدين ان احنا نشوف هذا الفيديو عشان يكون تغيير لمفهوم تسليم والتسلم ما بين المسؤولين، ان احنا كنا في منظومه عمل واحده، وقد ايه المحبه اللي موجوده في الفيديو ما بين حضرتك وما بين الوزيره نيفين القباج. ونرجع ناخد تعليق سيادتك بعد اذنك سياده الوزيره. سعيدة وبعتبر نفسي أكثر وزيرة محظوظة في الوزارة اللي اشتغلت معاكم. شرفت بيكم شرفت. حد معاك رقم فوزي؟ وعلى المشاركة وعلى السعادة، يعني هم فرحانين أكثر فأنا فرحانة، فأتمنى أكون أهلي ليها، ويعني نكون بنضيف ونسيب أثر طيب كده، نكمل اللي عملته معالي الوزيرة، ويبقى طريق طويل إن شاء الله كده منتج ومثمر ويعمل خير في حياة الناس. جميل. إيه الجمال ده يا سيادة الوزيرة؟ إيه الجمال ده؟ الله يخليك يا فندم، يعني إحنا فعلا سعداء، ويوم سعيد لمصر، ويوم سعيد لوزارة التضامن، وانا متفائله خير ان شاء الله. واحنا دايما بقول لهم لكل زمايلي ان وزارة التضامن بالذات ما تاخدوهاش شغلانه، خدوها رساله. صح. الله، خدمه الناس دي اعظم رساله. صح. ممكن نؤديها. صح. واعتبروا دايما انه ثوابنا هيكون دعوه ممكن تستجاب لاحد الناس اللي محتاجين واللي احنا قدرنا نقوم بواجبنا معاهم. ف يعني أنا متأكدة إن شاء الله هيحملوا الرسالة ويكملوا ما بدأناه، وكل يوم إلى الأفضل وأحسن كمان إن شاء الله. هو حضرتك النهاردة من اللقطات اللي شفناها دي اديتي درس كمان كبير. دكتور غادة النهاردة بتقولي لكل شخص في يعني مكان معين إنه لازم يكون في تكملة لهذه الرسالة زي ما حضرتك بتقولي، من خلال اللي احنا شفناه ده، من خلال إنك كنتي موجودة في وسطيهم ومعاهم وبتشجعي وبتدعمي بقوة وبتدفعي لي الأمام علشان الرسالة تكتمل. الحقيقه النهارده في وزيرات في حكومتنا بنفخر بيهم، الحقائب الوزاريه المهمه بقت بتطل فيها وجوه نسائيه كمان مهمه جدا من خلال السيره الذاتيه ليها. عايزه اخد قرايه حضرتك لما هو جديد النهارده من خلال وجود المراه المصريه في الحكومه للمره الثانيه بشكل واضح وبشكل حاسم. يعني التشكيل بيعكس ما وعد به السيد رئيس الجمهورية من دعم المرأة ومستندتها، وما عبر عنه من ثقة في الوزيرات المصرية. والنهاردة لما نلاقي أنه الزميلة العزيزة واللي أيضا كانت بتشتغل معايا الأستاذة نيفين جامع. أيوة. اللي كانت بتشتغل معايا في الصندوق الاجتماعي لما كنت برأته، كانت زميلتي، أصبحت وزيرة مسؤولة عن ملف التجارة والصناعة، وده من أهم الملفات طبعا، وهو ملف رجالي ذكوري طول عمره. صحيح. عندنا وزيرة الثقافة وهي من أهم الوزارات على الإطلاق، سيدة وهي الفنانة الوزيرة إيناس عبد الدايم. لما يكون عندنا النهاردة ملفات مهمة زي التنمية الاقتصادية مسكها السيدة الوزيرة هالة السعيد. صحيح. بالإضافة طبعا لوزيرة الصحة وغيرهم من الوزيرات، الوزيرة رانيا المشاط اللي في كل مكان بتأدي بنجاح الحقيقة، متميزة جدا جدا الحقيقة. ده بيعكس ثقة السيد الرئيس اللي هو مش بيعبر عنها بالقول ولكن بيعبر عنها بالفعل وبالمواقف. والحقيقة كل الوزيرات يشعروا بهذه الثقة، ودي بتشحذ الهمم وبتخليهم يشتغلوا أكثر وأكثر من أي وقت مضى ومن أي حد في الوزارة. زملائنا الحقيقة رجالا وسيدات
بيعتبروا ان هذا تكليف تشريف وتكليف لازم يشتغلوا باقصى قدر ممكن. ولكن طبعا احنا لاول مره بندي السيدات ملفات غير تقليديه، وانا متاكده ان اداء السيدات هيكون مشرف. تحدي ده العاده. طيب خليني اسال بقى حضرتك عن العلاقه مع سعاده السفيره نبيله مكرم والدكتوره هاله السعيد. كنا دايما بنشوفكم حضرتك يعني ضحكتي. مجموعه. يبقى حضرتك كنت عارفه انا هسال اقول ايه. هتوحشك الصور بتاعتهم معاهم؟ احنا انا مش هنقطع عنهم، هم وعدوني بالزياره في فيينا واحنا دايما على تواصل، ونشا بيني وبين زميلاتي الحقيقه مش بس نبيله وهاله، طبعا نبيله وهاله وايناس وكل الوزيرات في علاقه جميله انا محظوظه بيها، ومحظوظه بعلاقتي بزملائي كمان. انا علاقتي بزملائي طيبه جدا، وكل المجموعات اللي خرجت في الوزارات سواء وزاره المهندس ابراهيم محلب او المهندس شريف اسماعيل علاقتي بيهم طيبه جدا، هي علاقه زماله واخوه دائمه. وعاوز اقول لحضرتك حاجه يا استاذ عمرو، هو ده اغلى ما بيخرج به الانسان من اي عمل. صحيح. العلاقات الانسانيه هي اللي بتدوم، لا الوظائف بتدوم ولا الالقاب بتدوم، ولكن الصداقه والموده والمحبه هي دي اللي بتدوم. واحنا كمان بنحب حضرتك في اي مكان. نموذج مشرف والله يا دكتور غاده، نموذج مشرف جدا بصراحه. طيب اخيرا يعني المنصب الجديد يا فندم، وكيل السكرتير العام للامم المتحده، المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحده للمخدرات والجريمه، الاستعداد بقى والترتيب للمهمه الجديده. ملفات مهمه جدا، ملفات ايضا اول مره امراه تتولاها، ملف الارهاب، ملف الجريمه، ملف المخدرات وملف الفساد. ملفات تهم مصر جدا، بتعكس ثقه السكرتير العام والامم المتحده والمنظمه الدوليه في مصر وفي دور مصر وفي سياسه مصر متعدده الاطراف، سياسه متوازنه، وسياسه مصر دور ولاعب كبير في السياسه متعدده الاطراف. والحقيقه انا متشرفه ايضا بهذا التكليف، وشاكره بثقة السيد رئيس الجمهورية جدا، هو اللي رشحني وأنا بحمل اسم بلدي، وناوية أن أنا أجتهد جدا علشان أكون أهل لهذه الثقة. بستعد عشان مؤتمر كيوتو في اليابان، عندنا مؤتمر الجريمة بيعقد مرة كل 5 سنوات، فعندنا كونجرس عن المخدرات في مارس وإبريل في اليابان ومايو في نيروبي، فثلاث أحداث مهمة جدا. بالتوفيق يا فندم، أينما حللتي بالتوفيق. ان شاء الله يعني نسمع كمان عن انجازات ونجاحات وانتصارات للمراه المصريه من خلال وجودك في الامم المتحده. شكرا جزيلا للوزيره غاده والي، شكرا على وجودك معنا في هذا الاتصال الهاتفي الجميل من حضرتك. صحيح. تعالوا نروح لتقرير كده او فيديو بنرصد فيه ابرز الوجوه الجديده في هذا التعديل الوزاري، اللي هو جزء منهم الحقيقه بنعرفه وعارفين مجهوداته في الحكومه السابقه اللي هي المعدله يعني. فتعالوا نشوف هذا التقرير وهذا الفيديو اللي هنتعرف من خلاله على هؤلاء الوزراء.
معنا كمان هذا الاتصال الهاتفي اللي بنتعرف فيه اكتر على اجندة العمل للحقائب الوزارية اللي النهاردة اطلت عليها وجوه استطاعت ان تحقق نجاحات وانجازات كتيرة خلال تاريخها، وبالتالي توج هذا النجاح بهذه الحقائب الوزارية. النهاردة برحب دلوقتي على التليفون معنا بالاستاذ السيد القصير وزير الزراعة الجديد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا فيك. مبروك يا سيادة الوزير. الله يبارك فيك. ازيك يا عمرو بيه؟ ازي حضرتك والف الف مبروك، ودايما من نجاح لنجاح يعني، وربنا يعينك على المسؤوليه المهمه يعني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك مجهز ايه بقى؟ والله بص كده يعني، خلينا نبقى يعني نتحدث عن الافعال. احنا كانت توجيهات سيادة الرئيس النهارده ان احنا نحاول نهتم بمستوى الخدمات اللي بتقدم للمواطنين، وطبعا احنا وزارة بتتعامل مع الفلاح والمزارع المصري، فاكيد احنا يعني هنرتب نشوف ايه الموضوعات اللي في الوزارة. كانت توجيهات سيادته برضو سيادة دولة رئيس الوزراء بان احنا نحاول نجد حلول مبتكرة وحلول خارج الصندوق وحلول غير تقليدية، ان احنا نشتغل على العمل الجماعي، ان احنا ننزل على ارض الواقع ونحل المشاكل واقعيا. فيعني ادونا فرصة ان شاء الله ان شاء الله نجهز الملفات اللي هنعملها ونحللها ونعرض رؤيتنا، وان شاء الله نقدم حلول كويسه لعلاج المشاكل ان شاء الله. يعني حضرتك حققت انجازات كتيره، دونت اسمك بين قاده التجارب الناجحه في القطاع المصرفي، وكنت قائد لمسيره تحول كبيره لبنك التنميه الزراعي والعمال والتنميه الصناعيه، وكان في قرارات كتيره حضرتك اخذتها يعني كانت مهمه، وكانت الحقيقه بتقابل بردود افعال دي لوحدها الحقيقه كانت خطوه ايجابيه جدا. صحيح. كنا مع سيادتك دايما ان شاء الله حالات التعثر اللي كانت موجوده في البنك ان شاء الله في الايام القادمه سوف نلمس تطور في دعم الدوله وفي دعم سياده رئيس الوزراء والقياده السياسيه. اعتقد ان الكل سيعمل على رفع مستوى الخدمات وتاديتها، وان شاء الله النتائج سوف هي اللي هتحكم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل التقدير والتوفيق في المهمه الجديده لحضرتك ولكل الوزراء ان شاء الله. توقيت مهم جدا في هذا التغير اللي بنشهده في الحقائب الوزاريه. الرئيس عقد اجتماع مع الوزراء ونواب الوزراء الجدد بعد اداء اليمين الدستوريه، ووجه باهميه ادراك حجم المسؤوليه الملقاه على عاتقهم في التحديات اللي بتواجه مصر وفي الطموحات اللي مصر بتسعى لها. الرئيس وجه بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين وتقديم أفضل الخدمات ليهم والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار أو الفكر التقليدي. الرئيس شدد على أهمية التحلي بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر والكوادر البشرية داخل كل وزارة اللي بتساعد الوزير وبتأدي العمل على نحو بيسمح أن يكون في سمو قيم العمل والعطاء وبالتالي التميز في أداء الدور. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طبعا عقد الاجتماع الخاص بمتابعة ترتيبات تسكين الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة. رئيس الوزراء أكد في الاجتماع على أهمية التنسيق ما بين كل الجهات اللي بتشتغل على هذا الملف المهم علشان يتم تنفيذ عملية انتقال الوزارات للعاصمة الجديدة بكل العاملين فيها، بكل الموظفين، بكل ما هو مطلوب لإتمام هذه المهمة بشكل بيحقق أهداف النقل من حيث تطوير العمل الحكومي. رئيس الوزراء أشار كذلك في الاجتماع إلى أهمية البرامج التدريبية في الفترة الحالية. البرامج دي بتتم لكل العاملين والموظفين في الجهاز الإداري علشان يتم رفع قدراتهم، بيتم تدريباتهم طبعا على أنمطة جديدة، أدوات تحول رقمي. من المفترض أنه يعني تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية هينتهي مع نهاية الشهر الحالي، نهاية هذا العام في 31 ديسمبر. عايزين طبعا نعرف معلومات أكتر. ده كان يعني عنوان كده سريع ما يتم العمل عليه من عملية النقل للعاصمة الإدارية الجديدة، لكن طبعا في تفاصيل وفي كواليس. معنا العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية، نتعرف معاه على التطورات وأهم ما جاء فيها. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذة ريهام، أستاذ عمرو، تحياتي لحضراتكم والسادة المشاهدين. آخر التطورات يا فندم في نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.
والله زي ما حضراتكم كده متابعين الدولة يعني والسادة السياسية بتتابع أول بأول كل الخطوات. إحنا كعاصمة إدارية شغالين على قدم وساق، أنجزنا في الحي الحكومي نسبة كبيرة جدا، نسبة التنفيذ اللي تم مراجعتها في على آخر في آخر مجلس إدارة تجاوزنا 75%. طبقا للخطة الزمنية إن شاء الله هننتهي قبل عملية النقل اللي هي في النص الثاني من عام 2020. تمام. القصة كمان مش نقل مكان أكتر على قد ما نقل منظومة وتغيير أسلوب العمل في الحكومة، ميكانة الحكومة، الحكومة الإلكترونية، تأهيل الموظفين وخلافه، وبنية تحتية ذكية، مراكز معلومات لكل الوزارات، مركز معلومات مجمع لكل الوزارات. احنا بننشد ان شاء الله حكومة غير ورقية وحكومة غير تقليدية. يعني مفيش سيستم واقع بعد كده. ان شاء الله مفيش سيستم واقع، مفيش تكدس للموظفين. حد ادنى ان شاء الله كل موظف 15 متر. في هيكلة، اعادة هيكلة للحكومة كلها. احنا مؤمنين ان ده العقل المدبر للدوله المصريه الفتره اللي جايه ان شاء الله. فاحنا باذن الله فاحنا يعني كل التكنولوجيا الحديثه هنوفرها في حي الوزارات. بنتكلم على اكثر من 52 ألف موظف هينتقلوا ان شاء الله للحي الحكومي في بدايه النص الثاني، فعاملين استعداداتنا ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك، كل التوفيق. شكرا جزيلا استاذ العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمه الاداريه الجديده. اخبار كويسه جدا الحقيقه. يعني خلونا نروح لخبر تاني برضو بيسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام. هي القضية الخاصة بمقتل محمود البنا الشاب الجميل رحمة الله عليه. محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم قضت اليوم بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح والمتهم الثاني اسلام عواد والثالث مصطفى محمد في قضية مقتل محمود البنا المعروفة باسم شهيد الشهامة. قضت بحبسهم 15 سنة سجن ومعاقبة واحد رابع في القضية اللي هو إسلام البخ بالسجن 5 سنين، وده طبعا على ذات القضية. طبعا الأحداث حضراتكم عارفينها مش عايزين نكررها تاني، ولكن محمود البنا رحمة الله عليه تصدى في الشارع لراجح وأصحابه اللي كانوا معاه عشان ينقذ واحدة من البنات في المنوفية في شبين الكوم، فما كان منهم إلا إن هم طعنوا فتوفى. تعالوا نشوف، احنا مش هنناقش، مش هنفند الحكم، مش هنعلق على حكم القضاء طبعا له كل الاحترام، ولكن احنا بنحاول نشوف اسانيد الحكم، ممكن نحاول نشوف بعض الامور الخاصه به، مش هندخل في تفاصيله او نعلق عليه اطلاقا. معانا سياده المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقد. يا سياده المستشار مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا. السؤال يا فندم، الناس بتقول ليه 15 سنه؟ ينفع نسال السؤال ده؟ طبعا. اتفضل. طبعا احنا مش هنقدر نعلق على الاحكام، لا تعليق على احكام القضاء، ولكن احنا عندنا اسمها قانون الطفل. قانون الطفل في نص في الماده 111 منه انه لا يحكم بالاعدام او المؤبد او السجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنه 18 ميلاديه. اي المتهم الذي لم يتجاوز سنه 15 سنه لا يجوز الحكم عليه لا بالاعدام ولا بالمؤبد او السجن. اذا يبقى هي عقوبه سجن، والسجن اقصى عقوبه فيها هي ال 15 سنه. طيب في ناس بتقول طب ازاي احنا، ما احنا لازم نعدل القانون. طبعا احنا ما نقدرش نعدل القانون لشقين. الشق الاول ان عندك الماده 80 من الدستور بتنص على ان يعذب طفل كل من هو دون ال 18 عام. اذا لو حضرتك عايز تغير القانون او عايز تغير قانون الطفل يبقى لازم تعدل الدستور. يبقى تعديل دستوري مش ماده جديده في القانون تروح للبرلمان بس. عشان عندك الماده 80 والدستور بتنص ان الطفل يقوى كل من يكون 18 عام. رقم واحد. ماده دستوريه. رقم اثنين، بالاضافه لكده ان انت تتصادم الدوله اللي انت موقع على مواثيق واتفاقات دوليه اللي هي وقعت عليها مصر. تمام. ودي تبعيه الامم المتحده. ايوه. واحنا موقعين على هذه الاتفاقيات وان يعد سن الطفل هو 18 سنه. صح. طيب نحلها ازاي؟ طبعا نحلها ان انت عايز، لو عايز ترفع العقوبه احنا ممكن نرفع العقوبه، بس مش ممكن نقدر ننزل بسن الحدث او بسن الطفل ده. كان هذا 15 سنه ولا 16 سنه؟ ممكن بالظبط. فممكن نرفع العقوبه اللي هو يمكن يتم تعديل العقوبه تحت مظله قانون الطفل دون تعديل سن الطفل. يعني احنا عدل العقوبه.
ما نعدلش السن حتى يتم تجديد العقوبه حال ارتكاب الطفل لجريمه بس متعددة. برضو لا تصل لعقوبه الاعدام بس برضو مش هتصل مش هتوصل لعقوبه الاعدام ممكن توصل بقى لعقوبه المؤبد لعقوبه السجن المشدد مش نوصل للعقوبه دي احنا في حاجه يا فندم لتعديل القوانين المتعلقه الخاصه بجرائم الاحداث في التوقيت اللي احنا فيه ده يعني راي حضرتك رأيي اللي احنا انت مش هنقدر نعدي سن الطفل خلاص ده الدستور بينص على كده وطبعا يا فندم سيادتك القاضي الجليل والمنصه حكمت بالاوراق اللي قدامها لان كان وقتها بيقولوا ده اصل السن ومش السن وشهاده الميلاد ولكن حكم اكيد بما لدى القاضي من اوراق ثبوتيه ما هو اللي بيتم طبعا ثبوت اللي الناس بتحسب تاريخ السن الطفل امتى من تاريخ ارتكابه للجريمه يعني هو ارتكب الواقعه دي وهو كان سنه 15 سنه تمام خلاص هو من عند تحديد القانون او العقوبه حسب وقوع الجريمه وحسب التوقيت بالتاكيد القانون كمان هو الفيصل النهائي في الاخر انما النهارده ادت اشد عقوبه قدامها القوه تمام بالقانون مظبوط يعني كده خد اقصى 15 سنه دي اقصى شيء ممكن ياخده شكرا المستشار طاهر الخولي المحامي بالنقد شكرا يا فندم على وجودك طبعا هي كانت قضيه كبيره جدا قضيه صعبه على العيلتين وعلى يعني. الراي العام كله لكن كل اللي نقدر نقوله في الاخر ان احنا عندنا قانون حاسم ويعني زي السكينه كده على اي مخطئ لاننا في النهايه دوله قانون العداله عمياء او منصوبه معصوبه العينين يعني في النهايه فاصل وبعد الفاصل نلتقي مع حضراتكم خليكم معنا